يوجد لي صديق يبيع علي السيارات، وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها ويسامحني فيها، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ يوجد لي صديق يبيع علي السيارات، وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها فيسامحني فيها، فهل هذا يجوز؟ لا حرج فيها، ثلاث عميل يبيع لك السيارات أو غير السيارات يسامح بعض الأشياء لأنك تعامله ولأنك تشتري من كثيرا فلا بأس، لا حرج في هذا المال إن شاء الله، لأن هذا نوع هبة منه مساعدة لأنك عاملته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب الغير، أنت وكيل للناس، وكيل للمصلحة، تشتري من ذلك لأنه يعطيك زيادة، تترك السعر مناسب لناسب موكليك لأجل أن هذا يعطيك ولا هو يعطيك، هذا ما يجوز، هذا خيانة والعياذ بالله. بعض الناس وكيل يدور الناس اللي يعطونه ويشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون لأنهم ما يعطونه أولئك، هذا ما يجوز له، ليس له يأخذ من هذا اللي يبيع الشيء، لأن هذا يفضي إلى أن يسعى لحاجته ولا يسعى لمصلحة من وكله. فعليه يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعهم مناسب وأنه صالح لمن وكله وأنه من الأمانة والنصح الموكلين، يشتري من هؤلاء لا من أجل أنهم يعطونه فلوس تكتب في البيع وهو لا يعطيهم إياها، يقول البيع بمئة ولكن ترى مالك إلا ثمانين عشرين لي أنا، أنا أظن خيانة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. في بلادنا توجد مكاتب خاصة قرب الدوائر الحكومية بجوار الجوازات. طيب شكرا، بارك الله فيك.